لا صوت يعلو فوق صوت الشرعية، الأمر للشعب منه وإليه، الكلمة الفصل، الانتخابات هي كلمة السر والحل الوحيد الذي اتفق عليه كل المتناقضين خصوما وحلفاء، متصارعين كانوا أم متنافسين، لكنهم اختلفوا في آلية تنفيذها وأيهما تقدم على الأخرى، برلمانية أو رئاسية أو متزامنة، وطبيعة القوانين التي تسمح بدخول المترشحين. مؤكد رئيس حكومة الوحدة الوطني عبد الحميد دبيبة أكد تمسكه بخيار الانتخابات كونها الحل الوحيد للمرور بليبيا إلى مرحلة الاستقرار، قائلا إن المجتمع الدولي بات أكثر تفاهما بضرورة رسم خارطة طريق لا مسار فيها إلا للانتخابات ولا مجال فيها للتمديد، مشددا على ضرورة وضع حلول بديلة في حال تعذر التوافق بين المجلسين. أؤكد على التالي: تمسك حكومة الوحدة الوطنية بخيار الانتخابات كوحدة للعبور بليبيا لمرحلة الاستقرار. لذلك فأنني في هذا الملتقى أو في هذا الاجتماع أجدد الدعوة لرئيسي مجلس الدولة والنواب لإصدار قاعدة دستورية عادلة، نعم عادلة، ليست مفصلة لا من أجل تمكين طرف ولا من أجل منع أي طرف. وفي الجهة المقابلة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان قد اجتمع مع رئيس الحكومة المكلف فتحي بشاغة، حيث أكد الأخير مباشرة مهام حكومته من مدينتي بنغازي والسرت في ظل الأوضاع الراهنة، خطوة قد تؤزم الوضع أكثر وتبعد خيار الانتخابات إلى نقطة قصية لتزيد التعقيدات والعراقيل. وموقف عقيلة وبشاغة كانا واضحين فيه، حيث يسران على ضرورة مغادرة دبيبة وتسليمه السلطة. وفي ظل هكذا الظروف، يظل التساؤل حول مصير الانتخابات لرحيل الجميع مجهولة، فهل من أمل لعقدها دون إراقة دم وهدم بنيان؟